التلفزيون العربي. ليس فقط من لبنان وإنما من العراق أيضا تتحدث إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش اعترض مسيرتين من لبنان والعراق. نذهب إلى بغداد مع مراسلنا شفيق عبد الجبار. شفيق، هل أعلنت الفصائل العراقية التي دأبت على استهداف إسرائيل منذ 7 أكتوبر هل أعلنت أي شيء بخصوص هذه المسيرة؟ نعم، وإلا حتى هذه اللحظة لم ترد ما يعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق على الإعلام الإسرائيلي الذي قال أن هنالك مسيرة انطلقت من العراق يعني أو قادمة من العراق باتجاه إسرائيل. طبعا المواقع والمنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بما يعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق قد نشرت آخر تحديثات لها قبل يومين أو 3 أيام، وهي عملية إطلاق مسيرة على منطقة أم الرشراش التابعة لميناء إيلات الإسرائيلي في الجنوب. وأيضا هنالك عملية مشتركة بين ما يعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق وبين الجيش القوات المسلحة اليمنية في عملية ضرب الناقلة أولايف في البحر الأحمر. قبل دقائق صدر بيان من زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وهي إحدى الفصائل العسكرية المقاومة والتي تعلن جهارا أنها تقاوم العدوان الإسرائيلي. قيس الخزعلي نشر بيانا يعني رحب فيه بالضربة التي الضربة اليمنية التي نالت من مما وصفه بالبيان بالعمق الإسرائيلي، ويحيي جميع المحاور التي تقاوم العدوان الإسرائيلي. حتى كما أسلفت وائل، حتى هذه اللحظة يعني مجمل النشاطات التي قامت بها ما يعرف بالمقاومة العراقية قد نشرت قبل يومين أو 3، وهي العمليات العسكرية عادة ما تنشر أو يتم الرد عبر تلك المواقع وخاصة موقع التليجرام.